فرقة تحرير الشام، الفوج 64، سرية القناصة، المرابطة على جبهة عين البيضة الطيبة، تقوم بدك معاقل قوات الطاغية. 21/10/2018. الله أكبر، الله أكبر والعزة لله. استهداف معاقل قوات الطاغية على جبهة عين البيضة الطيبة. الله أكبر، الله أكبر. إصابات محققة. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سرية القناصة في فرقة تحرير الشام، الفوج 64، المرابطة على جبهة عين البيضة الطيبة، تقوم بدك معاقل قوات الطاغية. الله أكبر.